Lesson 1 Exercise تدريبات على الدرس الأولاني Listen and Circle. السؤال الأول بيقول له استمع وضع دائرة. What's going on in here? What's going on in here? We are cleaning up. إيه اللي إحنا سمعناه في أول جملة؟ We are cleaning up. إحنا بن إيه؟ بننظف. السؤال الثاني هسمع جملتين برضو هيكون موجود منهم واحدة. Can I help you? Sure, you can move the base. قالت له هل يمكنني مساعدتك؟ فقال لها بالتأكيد تستطيع أن تحركي آلة البيز. السؤال الثالث What's going on in here? We are cleaning up. يبقى اللي أنا سمعته What's going on in here? ماذا يحدث هنا؟ السؤال الرابع Can I help you? Sure, you can move the base. يبقى قالت له هل أستطيع مساعدتك؟ فقال لها تستطيع أن تحركي آلة الإيه؟ البيز. السؤال الثاني عندي بيقول لي listen and complete. استمع وأكمل. ندى بتقول لها What are you doing هدى؟ ماذا تفعلي يا هدى؟ هدى ردت عليها وقالت لها I'm helping Mr. Ali clean up the music room. يبقى أنا هنا في عندي كلمة clean. C-L-E-A-N. Can I help you? هل أستطيع مساعدتك؟ Can I help you? قالت لها Sure, you can move the base. You can move the base. يبقى هنا كلمة move. M-O-V-E. Where can I put it? Over there by the window. أين يمكنني أن أضعه؟ فقالت لها جنب الإيه؟ النافذة. يبقى put P-U-T. Choose the correct answer from A, B, C, or D. There is a box, not you. هنا بيقول له في صندوق خلفك. كانت في المحادثة عندنا كان يوجد صندوق خلفك. يبقى there is a box behind you. I'm helping Mr. طارق clean up the sports room. أنا بساعد مستر طارق بينظف. طيب اسمها clean up. What's going on in here? ده expression في المحادثة عندي. ماذا يحدث هنا؟ What's going on in here? Can I help you? فقال له sure. Can I help you? فقال له ايه؟ sure. I can't move the box. It's so heavy. انا مش قادر احرك الصندوق. انه ثقيل جدا. يبقى heavy. Pupils can sing in the school. الطلاب أو التلاميذ ممكن يغنوا في the school concert اللي هو حفل المدرسة الموسيقي. Not out. There is a bee behind you. يبقى كان عندي كلمة look out معناها احذر أو احترس. Look out يعني احذر أو احترس. There is a bee. يوجد نحلة behind you خلفك. وكلمة bee معناها نحلة. You can move the base and put it by the window. يبقى أنت تستطيع أن تحرك آلة البيز وتضعه بجوار النافذة. You can move the base and put it by the window. He is getting ready for the concert. هو يستعد لحفل المدرسة الموسيقي. يبقى he is getting ready يستعد لي. إحنا عندنا expression اسمه get ready for يستعد لي. اقرأ القطعة ثم أجب عن الأسئلة. Read the passage and answer the questions. Mr. Haney is my music teacher. مستر هاني ده مدرس الموسيقى بتاعي. He is getting ready for the concert. The school concert. هو بيستعد لحفل المدرسة الموسيقي. He is cleaning up the music room. هو بينظف حجرة الموسيقى. He asks the pupils to help him. هو سأل التلاميذ عشان يساعدوه. He asks Judy to move the bass. طلب من جودي ان هي تحرك آلة البيز. Judy can't lift it by herself. ما قدرتش ترفعها لوحدها. So Judy asks her friend Mona to help her. راحت سألة أو طلبت من زميلتها منى إن هي تعمل إيه؟ إن هي تساعدها. Mr. Haney is getting ready for the school. Mr. Haney طبعا بيستعد لحفل الإيه؟ المدرسة اسمها السكول إيه؟ School concert. يبقى أول حاجة عندي كلمة concert. Judy asks Noah to help her. Judy سألت أو طلبت من مين تساعدها؟ احنا قلنا طلبت من مين؟ من منى. يبقى هي طلبت من منى ان هي تساعدها.
Answer the following questions. جاوب على الأسئلة الآتية. What's Mr. Haney's job? إيه هي وظيفة مستر هاني؟ وإحنا بنقرأ القطعة عرفنا إن مستر هاني ده مدرس موسيقى، يبقى he is a music teacher. هو مدرس موسيقى. Who does Mr. Haney ask to help him? مستر هاني طلب من مين إن هو يساعده؟ يبقى هو طلب من التلاميذ، يبقى the pupils. Write a paragraph of seven sentences. اكتب باراجراف من سبع جمل على the school concert، حفل المدرسة الموسيقي. ايه ممكن نكتبه في حفل المدرسة الموسيقي؟ هقول له مثلا Our school has a concert. مدرستنا كان فيها ايه؟ كان فيها حفلة موسيقية. يبقى Our school has a concert. مدرستنا كان بها حفلة ايه؟ موسيقية. Our music teacher. مدرس الموسيقى بتاعنا is getting ready for the concert. كان بيستعد للإيه؟ للحفلة الموسيقية. يبقى كلها هنا. يبقى our school أو our music teacher is getting ready for the concert. مدرس الموسيقى بتاعنا كان بيستعد للحفلة الإيه؟ الموسيقية. He asks us اللي هو احنا يعني to help him. هو طلب مننا ان احنا ايه نساعده. He is cleaning up the music room. هو كان بينظف حجرة الايه الموسيقى. My friend أحمد، صديقي أحمد، can't lift the bass by himself. ما قدرش يرفع آلة البيز لوحده أو بمفرده. It's so heavy. هي ثقيلة جدا. We helped أحمد to carry the piece. Rearrange the following words to make correct sentence. هنبتدي بكلمة can، يبقى هقول can I help you؟ هل أستطيع مساعدتك؟ عمر، يبقى هقول له هنا عمر can't lift the pace. يبقى عمر ما قدرش ان هو يرفع آلة البيس. Punctuate the following sentence. ضع علامات ترقيم للجمل الآتية. مريم is helping her brother. يبقى أنا عندي أول حاجة مريم، الأم بتاعت مريم، و is helping her brother، وفي الآخر هنحط نقطة عشان دي جملة خبرية. Can you help نبيل؟ يبقى ادي السي بتاعت كان والان بتاعت نبيل. Can you help نبيل please؟ يبقى انا عندي علامتين ترقيم بحطهم في كل ايه جملة من الجمل اللي بتجيني.